أعلن الحداد العام في إيران لمدة 5 أيام بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بعد العثور على المروحية التي كانت تقلهم إثر سقوطها في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان مسؤول إيراني اليوم أن مراسم تشييع جثامين الرئيس ومرافقيه ستقام غدا في مدينة تبريز.